طب ما حدش لاحظ انه مسجد المحموديه كمان كان فيه ديول في المأذنه اكتر من 15 درجه على هذه المأذنه؟ طب ايه اللي حصل؟ احنا عملنا ايه؟ عملنا تثبيت مبدئيا، جبنا استشاري على اعلى مستوى، قلنا هل ممكن نثبت بطريقه السنتك اللي هي نثبتها كده ونحزمها؟ قال لا، الافضل ان تتفك وتتثبت التربه بتاعتها صح عشان خاطر تاني تسريب المياه الجوفيه والمياه الى اخره الصرف على مدار كيف عقود كثيره جدا. فبيتم فك هذه المآذن ثم اعاده تركيبها مره ثانيه في نفس مكانها، وبكرر الكلمه ثاني للساده المشاهدين، أيوة. في نفس مكانها.